الدنيا والآخرة. يا رب وإياك. بارك الله فيك. إن الله أذن لي أن أحدث عن ديكن. فتحت موقع كده يقول حسنه الألباني والشيخ مصطفى العدوي في صحيح الأحاديث القدسية. هل هذا كلام صحيح؟ كان صحيح. وبالتدقيق في متن هذا الحديث وجدنا أن الخبر فيه بعض النكارة كمتن، وفي الإسناد من لا يتحمل رواية هذا الخبر. الأخبار التي مثل هذه الغيبيات التي تحمل معاني غريبة هكذا ينبغي أن يكون إسنادها يعني رجاله أقوياء، فلم أرى الرجال يتحملون مثل هذا المتن، والله أعلم يا شيخ حمدي. السؤال الثاني، هل